12 ظهرا في القاهرة. أهلا بكم إلى جولة الأخبار. مرحبا همام. شكرا رغدة وأهلا بحضراتكم، وهذه أبرز العناوين. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن أن صاروخا أطلق من اليمن سقط في تل أبيب. إسرائيل تقصف مناطق في جنوب لبنان، وحزب الله يؤكد استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية بعشرات الصواريخ. شهداء ومصابون في قصف جديد لقوات الاحتلال استهدف مناطق الشمال ووسط قطاع غزة. أعلن الإسعاف الإسرائيلي إصابة 9 إسرائيليين أثناء اندفاعهم نحو الملاجئ خلال التصدي لصاروخ أطلق من اليمن. كان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن سقوط صاروخ تم إطلاقه من اليمن بمنطقة غير مأهولة شرق تل أبيب، فيما أكد قيادي حوثي أن الحرب مفتوحة وأنه لا مكان آمن في إسرائيل. هذا وأشارت وسائل الإعلام إلى أن القبة الحديدية فشلت في اعتراض الصاروخ الذي أطلق من اليمن. وأكدت وسائل الإعلام اندلاع حريق ناتج عن شظايا قذيفة اعتراضية في منطقة مفتوحة قرب كفار دانيال، لافتة إلى الدفع بأربع فرق إطفاء للسيطرة عليه. للمتابعة ينضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان الدكتور عصام ملكاوي، أستاذ الدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور عصام، أهلا وسهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. أن يطلق هذا الصاروخ ويقطع مسافة 2000 كيلومتر ويستغرق 15 دقيقة، ورغم ذلك يخترق الأجواء الإسرائيلية وتفشل الدفاعات الجوية الإسرائيلية في اعتراضه، ويسقط في منطقة مهمة قرب مطار بن غوريون في وسط تل أبيب، ما أبرز الأسئلة التي يمكن أن يثيرها هذا سقوط هذا الصاروخ بهذا الشكل، لا سيما في الشارع الإسرائيلي؟ لا شك أننا أمام حالة جديدة، يعني تقوم بها قوات الحوثي باستخدام هذا النوع من الصواريخ. يبدو أنه كما قالت جماعة أنصار الله الحوثي بأنه صاروخ صوتي، وطبعا عندما قطع هذه المسافة بهذا الوقت القليل يبدو أنه لا أقول فاجأ الإسرائيليين بقدر ما أقول أنهم فشلوا في اعتراضه، حتى أن يعني منظومة حيث ثلاثة الدفاعات الجوية الإسرائيلية لم تستطع أن تعترض هذا الصاروخ. إذن هنالك حالة من الانكشاف الكامل للمنظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية، وبالتالي أعتقد أننا أمام مراحل جديدة يمكن أن تتعطل فيها مثل هذه الدفاعات فيما لو أطلق أكثر من صاروخ. المشكلة الآن يعني كما يمكن أن نتحدث عنها من الناحية العسكرية والاستراتيجية هي ماهية هذا الصاروخ، ماهية التقنيات التي يعمل بها.
هل لديه تلك التقنيات العالية التي تفشل المراقبة الرادارية وبالتالي تفشل القبة الحديدية في المتابعة؟ هذا سؤال يمكن أن يسأل، لكن أنا أعتقد أن قدرة الحوثيين على استخدام هذا الصاروخ ووصوله إلى هذه المناطق المهمة في قلب الأراضي الفلسطينية المحتلة، أعتقد أنه يعطي دلالة على أن الإسرائيليين الآن وصلوا إلى مرحلة أن جميع دفاعاتهم العسكرية البرية والبحرية والجوية أصبحت محل تساؤل. إذا هذا قد يعيد أيضا نقطة مهمة جدا، ألا وهي الانقسامات العمودية ما بين القيادة المستوى السياسي والمستوى العسكري، وبالتالي أيضا يمكن أن تكون هنالك انقسامات أفقية وارتباطا الإسرائيلية بالداخل. نعم، ارتباطا بهذه النقطة دكتور عصام، نعم ارتباطا بهذه النقطة دكتور عصام، من المفترض أن هذا الحادث يحدث في حالة استنفار قصوى وتأهب أمني وعسكري من الجانب الإسرائيلي، مع الحديث عن ربما يكون هناك توسعة للحرب على الحدود الإسرائيلية اللبنانية. يعني كيف يمكن أن يفهم ذلك في ظل حالة الاستنفار وإسرائيل المستنفرة بالأساس؟ يعني أنا هنا دائما أقرأ العملية بالناحية التحليلية وليست بناحية معلومات استخباراتية إطلاقا. المعلومات التحليلية تقول أعتقد أن نتنياهو وصل إلى حالة لا يمكن أن يستمر بها، علما بأنه ينتظر شهرين من الزمان للوصول إلى نتائج انتخابات أمريكية ليعلم من سيقف معه في الولايات المتحدة. لكن هذه المدة قد تكون طويلة جدا من الناحية الانتظار الزمني، على اعتبار أن إسرائيل تتهاوى تدريجيا أمام هذه الضربات. لكن قد تكون إعادة الانتباه أو تدوير الانتباه نحو الشمال في فلسطين المحتلة وعلى الحرب مع حزب الله وفي الجنوب اللبناني، أعتقد أنها هي تشكل حالة استدعاء للقوى الدولية لاتخاذ قرار بوقف إطلاق النار حسب ما رأيي التحليلي، على اعتبار نتنياهو لا يريد أن يوقف إطلاق النار من قبل أنه هزم أمام المقاومة في غزة، وبالتالي يريد أن يقول بأنني بحاجة إلى حلفاء ليوقفوا إطلاق النار لأن هنالك جبهات أكبر من المقاومة في فلسطين، وبالتالي هنالك إيران وحزب الله في الشمال وهنالك الحوثيين أنصار الله في الجنوب. وعندما يصل هذا الصاروخ ويضرب مناطق مهمة جدا، أعتقد أنه سيشكل حالة جديدة جدا في المجتمع الإسرائيلي. وبدأت الآن الانقسامات والتحليلات عند القادة العسكريين سواء العاملين أو المتقاعدين، سموا هذه الحكومة حكومة الصفر وأن عليها أن تستقيل. شكرا جزيلا لك ضيفنا من عمان الدكتور عصام الكاوي، أستاذ الدراسات السياسية والاستراتيجية. تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين في مدينة تل أبيب للمطالبة بإعادة المحتجزين في غزة وإجراء انتخابات مبكرة للإطاحة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وأكد المحتجون أن نتنياهو هو من يعرقل إتمام صفقة التبادل ويريد إفشالها، وأن بقاءه في الحكم يعني بقاء الحرب واتساعها. هذا وطالبت عائلات المحتجزين الإدارة الأمريكية بالضغط على نتنياهو من أجل الوصول لصفقة تبادل. وأفادت شرطة الاحتلال بأنه تم اعتقال 15 متظاهرا في تل أبيب للاشتباه في قيامهم بسلوك غير منظم. قالت الشرطة في بيان لها إن المتظاهرين حاولوا إغلاق الطرق الرئيسية وإشعال نيران ومواجهة الشرطة. أكد البيان أنه تم القبض على 8 بتهمة إغلاق الطريق والقبض على 7 آخرين بتهمة حيازة مواد يشتبه في أنها حارقة. كما أعلنت الشرطة أنه تم فتح كافة الطرق أمام حركة المرور. هذا ووجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جذر الإلانة بجيش الاحتلال أو جنرالاتي عفوا بجيش الاحتلال لوضع خطة مكثفة للسيطرة الكاملة على قطاع غزة وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية. خطط جنرالات الاحتلال تتعارض تماما مع كل مساعي التهدئة التي يسعى لها المجتمع الدولي، وتهدف لتهجير سكان القطاع وفقا لخطوات وضعها قادة جيش الاحتلال. للمزيد حول هذه الخطط والعرض التالي مع الزميل أحمد عيد.
محاولات حكومة الاحتلال لتهجير سكان قطاع غزة لا تزال متواصلة بالرغم من كافة المساعي العربية والدولية لإيقاف تلك الحرب، حيث وجه بنيامين نتنياهو جنرالاته لوضع خطة مكثفة من شأنها السيطرة الكاملة على القطاع وتهجير سكان الشمال. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية فإن الخطة التي وضع خطوطها الأولى رئيس شعبة العمليات الأسبق في هيئة الأركان تأتي ضمن خطتين وضعهما الاحتلال خلال المرحلة الرابعة من الحرب، وهما الخطة ألف والخطة باء. الخطة باء والتي تعرف باسم خطة الجنرالات تهدف لتهجير سكان مناطق الشمال البالغ عددهم نحو 300 ألف نسمة، ثم فتح منفذ لهم عبر طريق الرشيد بغرض النزوح من هذه المناطق باتجاه المناطق الوسطى. ثم بعد ذلك يعود جيش الاحتلال مجددا إلى المناطق الشمالية ليقوم بتنفيذ هجوم عسكري ضخم بذريعة وجود نحو 5000 مقاتل من حماس، ومن ثم تحويلها إلى منطقة عسكرية مغلقة تحوي ثكنات ومعدات لجيش الاحتلال. الخطوة التالية بالنسبة للاحتلال في المنطقة الشمالية ستبدأ بإعلان السيطرة العملية على محور نتسارين باتجاه مناطق الشمال وضمها إلى مناطق سيطرته العسكرية. تساؤلات عدة طرحت حول ماهية تنفيذ تلك الخطة في ظل المزاعم بوجود نحو 5000 مقاتل من حماس بالمنطقة الشمالية فقط، وهو الرقم الذي يصعب على تل أبيب تحييده أو هزيمته نظرا لعجزها السابق في تحقيق ذلك على مدار قرابة عام كامل. أما عسكريا فقد يبدو الأمر مستحيلا نظرا لحجم القوات المتواجدة على المحاور القريبة من المنطقة الشمالية كنتسارين والتي تتمثل في الفرقة 252، وهي فرقة تتكون من 4 ألوية وفوج وكتيبة جميعهم لخبراء عسكريين لا يمكن خوض معركة بتلك القوة. وبالذهاب إلى محور فيلادلفيا حيث القوة 162 والتي من المهم لتل أبيب ألا تبرح مكانها نظرا لمزاعم نتنياهو السابقة باستراتيجية هذا المحور، فبالتالي سيكون من الصعب مشاركتها في تلك المعركة. وبالعودة للمنطقة الشمالية مجددا فسنجد أنه من المستحيل بسط السيطرة الكاملة عليها نظرا لتشتت جيش الاحتلال في محاور وجبهات قتالية عدة كالضفة الغربية والمواجهات على الحدود اللبنانية، ما يجعل الخطة مجرد حبر على ورق. وبالرغم من فشل كافة محاولات الاحتلال لفرض سيطرته الكاملة على القطاع حتى الآن، إلا أن محاولات جنرالاته ورئيس حكومته لا تزال مستمرة بوضع مزيد من الخطط التي ثبت فشلها حتى الآن. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن المحكمة الجنائية الدولية قد تصدر أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت هذا الأسبوع. كان المدعي العام للجنائية الدولية طالب بسرعة التحرك بشأن طلبه إصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو وجالانت، مشيرا إلى أن القتال دائر في غزة ينذر بارتكاب جرائم حرب أخرى في القطاع. نتحول الآن إلى آخر تطورات الأوضاع في لبنان. أعلن جيش الاحتلال رصد طائرة مسيرة مفخخة أطلقت من الأراضي اللبنانية وسقطت في مستوطنة المطلة. هذا وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع أضرار جراء انفجار الطائرة المسيرة في مستوطنة المطلة في الجليل الأعلى. كما أعلن حزب الله استهداف موقع عسكري إسرائيلي بعشرات من صواريخ الكاتيوشا، وأشار حزب الله إلى قصف موقع رويسات العلم في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية وتحقيق إصابة مباشرة.
أفاد مراسلنا بأن جيش الاحتلال ألقى منشورات على بلدة الوزاني جنوبي لبنان طالب خلالها سكان المنطقة بإخلاء منازلهم، وأشار مراسلنا إلى أن الاحتلال طالب الأهالي بعدم العودة إليها قبل نهاية الحرب، مشيرا إلى أن منشورات الجيش تزعم أن حزب الله يطلق الصواريخ من المنطقة التي دعا إلى إخلائها. دعوت سفارات الإنذار في كريات شمونة ومحيطها بالجليل الأعلى شمال إسرائيل. هذا وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية أن حزب الله أطلق 40 صاروخاً تجاه عدد من مستوطنات الشمال، كما أشارت إلى تأخير فتح المؤسسات التعليمية في الجليل الأعلى إلى الساعة 11 صباحاً خشية وصول المزيد من الصواريخ. أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن جيش الاحتلال يسعى لتصعيد متدرج على الجبهة الشمالية. كما أشارت وسائل الإعلام إلى أن المجلس الوزاري السياسي الأمني سيبحث غدا الاثنين مقترح توسيع العمليات ضد حزب الله. تصعيد إسرائيلي لا يتوقف صوب الجبهة الشمالية، تارة بالغارات وتارة أخرى بالتصريحات التي حملت في كل مرة تلويحاً بشن هجوم واسع على لبنان لإعادة سكان الشمال بأمان إلى منازلهم. أحدث حلقة في مسلسل التصعيد الإسرائيلي اللبناني جاءت عبر تقارير إسرائيلية قالت إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر توسيع العملية العسكرية على الجبهة الشمالية، وأنه أكد بمشاورات عقدت الخميس أن توسيع التصعيد مع لبنان لن يضر بالضغط العسكري في غزة. تقارير إسرائيلية أخرى تحدثت عن وجود خلافات بين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت بشأن توسيع العملية العسكرية في لبنان خوفا من الإضرار بالتوصل لصفقة تبادل للمحتجزين. لكن زيارة جالانت التفقدية في محور نتسريم وسط قطاع غزة دحضت ذلك، حيث أكد وزير الدفاع الإسرائيلي استعداد الجيش لنقل مركز الثقل العسكري من قطاع غزة نحو الجبهة الشمالية بسرعة تحسباً لأي سيناريو من حزب الله. ومن المقرر أن يبحث المجلس الوزاري السياسي الأمني الاثنين الأوضاع في الجبهة الشمالية في خطوة تأتي بعد مرور أكثر من 11 شهراً على بدء الحرب على قطاع غزة وامتدادها لجبهة الشمال. وتشهد المستوطنات بشمال الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 8 أكتوبر الماضي توترات شديدة جراء القصف المتبادل بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي بجنوب لبنان، حيث أخليت مستوطنات قريبة من الحدود هناك يسكنها مئات الآلاف من الإسرائيليين. أفادت مراسلتنا بأن طواقم الإطفاء الإسرائيلية تعمل على إخماد حرائق اندلعت شمالية هضبة الجولان المحتلة، كما أفادت مراسلتنا بأن الحرائق جاءت عقب رشقة صاروخية أطلقها حزب الله من جنوب لبنان. في السياق ذاته ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الحرائق في الجولان آخذة في الاتساع. مزيد من المتابعة إذن ينضم إلي من بيروت العميد نضال زهوي الخبير العسكري والاستراتيجي. سيادة العميد أهلا بك في هذه الساعة القاهرة الإخبارية. عندما تنقل وسائل إعلام إسرائيلية هذا المصطلح أن جيش الاحتلال يسعى لتصعيد متدرج على الجبهة الشمالية، ما الذي يعنيه عسكريا وما أثر ذلك على الميدان؟ ما أوردته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية بمصطلح تصعيد متدرج؟
يعني هناك مسألتين يجب إيضاحهما في هذه الحالة. أولا أن التصعيد الموجود اليوم هو فقط من خلال سلاح الجو، تصعيد يعني توسيع رقعة الاستهداف من خلال سلاح الجو، يقابله اليوم التصعيد كمان كذلك من قبل المقاومة الإسلامية في لبنان بتوسيع رقعة الاستهداف في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة. هذه مسألة التصعيد، نعم هناك تصعيد يعني زيادة وتيرة العمليات، ولكن تقتصر على سلاح جو الإسرائيلي وليس كما كان يزعم الإسرائيليون بشكل عام وجالنت وبنيامين نتنياهو أنه سيقوم بمناورة برية واسعة النطاق. اليوم لا يوجد تحشدات عسكرية حقيقية قادرة على الدخول في مناورة كبيرة تجاه لبنان. اليوم كذلك هناك خلاف داخل المنظومة الأمنية وبين المنظومة الأمنية والمنظومة السياسية داخل الكيان الإسرائيلي. المسألة هي مسألة أن القدرة يعني قد حددت إسرائيل، حددت السلطة العسكرية التهديدات بشكل واضح في لبنان، ولكن الموائمة بين المخاطر والنتائج، المخاطر والفرص. هناك فرص ضئيلة لدى الجيش الإسرائيلي اليوم بالدخول البري. هذه الفرص يعني ناتج تضاءل هذه الفرص ناتج عن استنزاف القوات البرية بشكل عام. القوات البرية اليوم مستنزفة من قبل بالطاقة البشرية وكذلك في سلاح الدبابات. وأمير برعام نائب رئيس الأركان الإسرائيلي قد أوضح للسلطة السياسية في آخر اجتماع قبل نهار الجمعة التي أعلن عنها نهار الجمعة أنه يجب يعني إعادة ترميم الجيش الإسرائيلي ليقوم بهكذا عملية برية واسعة نطاق طيب. في لبنان، ولكن القدرة الإسرائيلية اليوم هي فقط من خلال سلاح الجو. إذا أنت تستبعد ربما قيام مناورات عسكرية إسرائيلية برية على الحدود الجنوبية للبنان الشمالية للأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى أي مدى يمكن أن نفسر هذا المصطلح التصعيد المتدرج على أنه ربما يقصد به تجاوز حد الليطاني؟ يعني ليس كل ما يرغب فيه السياسيين الإسرائيليين هو قادر على التحقق، وبشكل واضح كان واضحا أمامهم يعني نائب رئيس الأركان، وهو اليوم في حالة قيامه بدور رئيس الأركان كون رئيس الأركان الحالي هو في وضع الاستقالة، آخر شهر سيخرج إلى منزله. أمير برعام هو اليوم هو من يقوم بهذا الدور. من يحدد ويقرر عملية عسكرية في الأخير هو السلاح يعني قائد الجيش، يعني وهو اليوم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي. الحلم الإسرائيلي نعم هو القضاء على كافة هذا العالم العربي وليس فقط على قدرات حزب الله في جنوب لبنان. المناورة البرية قالها بكل صراحة وبكل وضوح، ليس قادر على تنفيذ مناورة ناجحة في لبنان، قال أنها مناورة يعني يشوبها الكثير من المخاطر والكثير من نقص القدرات في الجيش الإسرائيلي. ما يصرح به الساسة الإسرائيلية هي رغبات وليست قدرات على الدخول باتجاه لبنان. اليوم الوضع في لبنان يعني يتفوق في كثير من المجالات على القوات البرية في الجيش الإسرائيلي. نعم لا أقول أنه بكافة مجالات التفوق، ولكن أقلها أن اليوم المقاومة الإسلامية في لبنان هي لديها قدرات استطلاعية ضخمة جدا، لديها قدرات ضد سلاح الدبابات بشكل قاسي جدا على الجيش الإسرائيلي. وأما القوات البرية فهو هناك نقص كبير حاد في الجيش الإسرائيلي. هذا ما كان أوضحه الرئيس الأركان الإسرائيلي لأساس الإسرائيليين. لا يمكن القيام بأي مناورة عسكرية إسرائيلية برية في هذه الفترة قبل انتهاء حرب غزة. على أي حال شكرا جزيلا سيادة العميد نضال زهوي الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معي من بيروت، شكرا لك. الآن نتحول إلى تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. قطاع غزة في حالة هستيرية.
نتحقق بيه أملا. إيه اسمه؟ أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتكاب الاحتلال 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 24 شهيداً و57 مصاباً خلال الساعات 24 الماضية. وفي بيان لها أكدت الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 41,206 شهداء و95,337 مصاباً منذ 7 أكتوبر، وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت ركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. هذا واستشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وأوضحت وسائل إعلام فلسطينية أن القصف استهدف منزلا في محيط دوار أبو صرار بالمخيم، كما أطلقت آليات الاحتلال النار صوب المناطق الشمالية من المخيم ذاته. وفي شمال قطاع غزة استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء استهداف الاحتلال منزلا لعائلة سويدان في مخيم جباليا. وأفادت وسائل إعلام فلسطينية أن الدفاع المدني قام بإسعاف المصابين ونقلهم إلى مستشفى كمال عدوان في المخيم. وجنوبي القطاع استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال جراء استهداف طائرات الاستطلاع الإسرائيلية لمنزل وسط مدينة خان يونس. يأتي ذلك بالتزامن مع تنفيذ الاحتلال قصفا مدفعيا استهدف عدة مناطق جنوبي القطاع. أفاد مراسل القاهرة الإخبارية بتوجه نحو 19 شاحنة مساعدات إنسانية تجاه منفذ كرم أبو سالم، كما أكد مراسلنا توجه 9 شاحنات وقود تمهيدا لدخولهم إلى القطاع المحاصر. كما أشار إلى أن عددا كبيرا من شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية والوقود في انتظار فتح المعبر للدخول إلى القطاع. للمتابعة ينضم إلينا من معبر رفح البري عبد المنعم إبراهيم مراسل القاهرة الإخبارية. عبد المنعم إليك. أهلا رغدة، بالفعل توجهت صبيحة هذا اليوم حوالي 19 شاحنة من الشاحنات الحاملات للمساعدات الإنسانية والإغاثية، بالإضافة إلى 9 شاحنات وقود توجهت من الأراضي المصرية صوب منفذ كرم أبو سالم تمهيدا لدخول هذه الشاحنات والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من خلال هذا المنفذ الذي يعمل بشكل مؤقت لدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة بناء على الاتفاق المصري الأمريكي الذي حدث بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي جو بايدن. بعد منع دولة الاحتلال ليومين متتاليين من دخول المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية إلى القطاع مع تقليص أعداد الشاحنات الداخلة على مدار الأسبوعين الماضيين وتحديدا نصف الشاحنات التي كانت تتوجه من الأراضي المصرية صوب منفذ كرم أبو سالم تمهيدا لدخول هذه الشاحنات إلى القطاع المحاصر، كانت ترفض من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مع العلم أن هذه الشاحنات يتم التنسيق لها مسبقا بين السلطات المصرية وسلطات دولة الاحتلال الإسرائيلية، إلا أن الرفض كان حاضرا دائم لأكثر من نصف الشاحنات التي كانت تتوجه من الأراضي المصرية. في ظل الأزمة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع المحاصر داخل قطاع غزة، لا زالت إسرائيل تعرقل عمليات دخول المساعدات الإنسانية من المواد الغذائية في ظل هذه الأزمة الكارثية، ومع تصاعد التصريحات الأممية حتى الصادرة في هذا الشأن والتي تندد بما يحدث من أزمة إنسانية كارثية داخل القطاع، حسب ما تفيد تقارير أوتشا بانخفاض نسبة الوجبات المقدمة في هذه الفترة بنسبة 35% عما كانت عليه في الفترات السابقة، بالإضافة إلى أن أكثر من 50,000 طفل أصبحوا يواجهون شبح الموت أمام أعين أهليهم وذويهم نتيجة نقص الغذاء ونتيجة نقص هذه المواد الغذائية الداخلة إلى القطاع بسبب عراقيل دولة الاحتلال المستمرة على عملية تدفق المساعدات من الأراضي المصرية والقيود المشددة حتى والحصار الخانق على هذه المساعدات الداخلة إلى قطاع غزة.
فمع تصاعد هذه التصريحات وخاصة التصريحات الصادرة أمس عن مكتب الإعلام الحكومي بقطاع غزة والتي قال فيها بأن هناك أكثر من 100 ألف خيمة داخل القطاع، تقريبا حوالي 74% من هذه الخيام تريد استبدالها مع حلول فصل الشتاء. كنا نرصد من هنا على مدار هذه الفترة الماضية تحديدا عدم دخول الشاحنات الحاملة لمواد الإيواء والخيام، كانت ترفضها دولة الاحتلال تحت آلية التدقيق والمراجعة. وعلى سبيل المثال اليوم دخل إلى القطاع نذر قليل من هذه المساعدات، توجهت حوالي 19 شاحنة، ما دخل منها حوالي 4 شاحنات حتى الآن هي التي أفرغت الحمولة الخاصة بها في منفذ كرم أبو سالم، بالإضافة إلى 3 شاحنات من شاحنات الوقود أيضا هي التي أفرغت الحمولة الخاصة بها فقط، والباقي لازال يخضع إلى عمليات التدقيق والمراجعة في منفذ كرم أبو سالم تمهيدا لدخوله إلى قطاع غزة. أيضا رفضت دولة الاحتلال في إطار العراقيل المستمرة وسط الأزمة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع حوالي شاحنتان من شاحنات الأدوية التي توجهت من الأراضي المصرية صباح اليوم في ظل الأزمة تحديدا داخل المستشفيات وداخل القطاع الطبي المنهار في قطاع غزة بنقص الوقود ونقص المستلزمات الطبية. لازلنا نرصد من هنا شح هذه المساعدات، ولازلنا نرصد عرقلة دولة الاحتلال لوصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة. إليك رغد. شكرا جزيلا لك مراسلنا من معبر رفح البري عبد المنعم إبراهيم. نشرتنا مستمرة وفيها بعد فاصل قصير. السلطات الفرنسية تعلن مصرع عدد من المهاجرين أثناء محاولتهم عبور المانش بشكل غير شرعي. أهلا بكم مجددا. الآن نتحول إلى آخر تطورات الأحداث في نطاق الضفة الغربية المحتلة. شفنا أشلاء فإجا الثاني بده يسع فضربوا. الاحتلال الإسرائيلي مجرم بتهمة التجويع. كلهم فدى القدس. قاموا بتغريب الأهالي واعتقالات، وقاموا يعني بالطعام بعد البيوت. بصير اقتحامات للمستوطنين، بصير ضرب حجار، تفتيش سيارات. أصف الشاهد بدمه. اقتحمت قوات الاحتلال الحي الشرقي في مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة، هذا وأفادت مصادر محلية بانطلاق صفارات الإنذار في المدينة ومخيمها بعد عملية الاقتحام، وكذلك بوقوع اشتباكات بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الذي دفع بتعزيزات عسكرية تجاه حاجز الجلمة قرب مدينة جنين. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة زيتا الشمالية طولكرم في الضفة الغربية المحتلة، وأفادت مصادر محلية باندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال خلال عملية الاقتحام. وأضافت المصادر أن آليات الاحتلال اقتحمت البلدة وجابت شوارعها وأحيائها وسط اندلاع مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الرصاص الحية وقنابل الغاز. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدعومة بعدد من الأليات العسكرية قرية دار صلاح شرقي بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة، وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وتمركزت في أحد أحيائها وداهمت عددا من المنازل وقامت بعمليات تفتيش. في العراق أعلنت خلية الإعلام الأمني تدمير موقع لتجمع داعش الإرهابي وقتل من ضمن عمليات شرق صلاح الدين. في بيان لها ذكرت الخلية أنه وفقا لمعلومات دقيقة من جهاز المخابرات الوطني العراقي بالتنسيق مع خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، نفذت طائرة F-16 ضربة جوية ناجحة استهدفت فيها مكان التجمع بسلسلة جبال بلكانة قاطع قيادة عمليات شرق صلاح الدين، مما أدى إلى تدميرها بالكامل وقتل من فيها من عناصر إرهابية. إلى
إلى السودان، حيث أفاد مراسل القاهرة الإخبارية بأن سفينة مساعدات إنسانية مصرية وصلت إلى ميناء بورسودان وتحمل على متنها نحو 200 طن من المساعدات مقدمة من القوات المسلحة المصرية وعدد من الوزارات والهلال الأحمر المصري. وأضاف مراسلنا أن السفينة تعد من أضخم المساعدات التي تصل إلى السودان مقدمة من الحكومة المصرية وتحمل مختلف المساعدات الإنسانية. تأتي هذه السفينة ضمن الجهود المصرية المتواصلة لتقديم مختلف المساعدات الإنسانية لتجاوز محنة الحرب التي اندلعت في منتصف إبريل من العام الماضي. قدمت الحكومة الأردنية برئاسة بشر الخفصاون استقالتها اليوم تمهيدا لتشكيل حكومة جديدة بعد إنجاز استحقاق انتخابات مجلس النواب. وانتخب مجلس نواب جديد في 10 سبتمبر الجاري. وقال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إن الانتخابات النيابية تعد نقطة انطلاق للتطبيق العملي لمسار التحديث السياسي، مثمنا جهود الهيئة المستقلة للانتخابات وجميع الجهات التي ساهمت في إنجاز هذا الاستحقاق الدستوري المتمثل في الانتخابات النيابية في الأردن. إلى الولايات المتحدة، حيث قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أن المرحلة التي تمر بها البلاد تمثل لحظة نادرة في التاريخ، لافتا إلى أن القرار الذي سيتم اتخاذه سيحدد مصير الأمة الأمريكية والعالم لعقود. وخلال كلمته في حفل عشاء جوائز فينكس للعام الحالي، أوضح بايدن أن رئاسة ترامب للولايات المتحدة أدت إلى تآكل الثقة في الديمقراطية، كما أكد ضرورة الحفاظ على الديمقراطية الأمريكية والتحدث ضد الأكاذيب والكراهية التي تروى من أجل السلطة والربح. وأوضح بايدن أن كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة ستصبح أول سيدة تتولى المنصب في الولايات المتحدة، وأن الحزب الديمقراطي سيفوز بأغلبية مجلس النواب. أعلنت السلطات المحلية الفرنسية مصرع عدد من المهاجرين أثناء محاولتهم عبور المانش بشكل غير شرعي. وأوضحت السلطات الفرنسية أن المهاجرين كانوا يحاولون الهروب من شمال فرنسا إلى إنجلترا. وقع هذا الحادث بعد أقل من أسبوعين على غرق قارب أسفر عن مقتل 12 شخصا في 3 سبتمبر الجاري. أكد رئيس وزراء هايتي جاري كونيل إجلاء العديد من المصابين في حادث انفجار شاحنة الغاز جنوبي غربي البلاد. وأشار رئيس وزراء هايتي خلال زيارته لموقع الحادث إلى أن سيارات الإسعاف تحاول الوصول إلى هناك بأسرع ما يمكن لإنقاذ الحالات الأكثر خطورة والتي لا يمكن نقلها عن طريق المروحية. وكان انفجار شاحنة غاز في هايتي قد أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، حيث وقع الانفجار بينما يحاول الضحايا جمع الوقود المتسرب من صهريج إثر تعرضه لحادث جنوب غربي البلاد. في بولندا، ضربت فيضانات خطيرة المناطق الجنوبية من البلاد وشاركت قوات الجيش في عمليات إنقاذ المواطنين المتضررين. كما تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات في عدة بلدات جنوب بولندا، وقرر رئيس البلدية إغلاق مداخل المدينة. وأشارت السلطات المحلية إلى أنه من المتوقع حدوث موجة الفيضانات أو الفيضان الرئيسية في المدينة الليلة المقبلة. ارتفع عدد قتل الفيضانات الناجمة عن سقوط أمطار غزيرة في ميانمار إلى 74 شخصا. وأشارت وسائل الإعلام الرسمية في ميانمار إلى أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة مع بقاء ما لا يقل عن 89 في عدد المفقودين، لافتة إلى أن الفيضانات دمرت 5 سدود و4 معابد وأكثر من 65,000 منزل. لقي 4 أشخاص على الأقل حتفهم جراء الفيضانات الناتجة عن الأمطار الغزيرة في شرق رومانيا. قالت وحدة الاستجابة للطوارئ في رومانيا إن الفيضانات أثرت على 19 قرية في 8 مقاطعات. وواجهت البلدان في جميع أنحاء وسط وشرق أوروبا ارتفاعا في منسوب مياه الأنهار وهطول أمطار غزيرة مع تدهور حالة الطقس. من المتوقع هطول المزيد من الأمطار في المنطقة، لا سيما جنوب ألمانيا وأجزاء من النمسا والتشيك وبولندا سلوفاكيا والمجر خلال الأيام المقبلة.
في أخبارنا الاقتصادية، توقع استطلاع رأي لفاينانشال تايمز أن تتجه الولايات المتحدة نحو هبوط اقتصادي سلس حيث ينمو الاقتصاد، بينما تتراجع معدلات التضخم باتجاه هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. ووفقا للاستطلاع، من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة إلى 2.3% في العام الحالي و2% في العام القادم. كما رجح خبراء الاقتصاد أن يرتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 4.5% بنهاية العام الجاري. فتح رئيس بنك كندا تيف ماكلم الباب أمام تسريع وتيرة خفض أسعار الفائدة، في إشارة إلى أن صناع السياسة قد يتحولون إلى تحركات ضخمة بمقدار 50 نقطة أساس في حال صدور بيانات مخيبة للأمال بشأن النمو الاقتصادي. وأشار ماكلم في تصريحات خاصة لصحيفة فاينانشال تايمز لأن أعضاء لجنة السياسة النقدية يشعرون بقلق متزايد بشأن سوق العمل الكندي وإمكانية انخفاض أسعار النفط الخام ما يؤثر على الاقتصاد. تخلصت الحكومات الأوروبية من أكثر من 16 مليار يورو من أسهم البنوك التي تم إنقاذها خلال العام الماضي، وذلك في إطار سعيها إلى وضع حد للأثار طويلة الأمد للأزمة المالية العالمية. كان البائع الأكبر خلال العام الماضي هو وزارة الخزانة البريطانية التي باعت 6.5 مليار يورو من الأسهم من نت ويست، وخفضت حصتها من 38.5% إلى أقل بقليل من 18% منذ ديسمبر الماضي. وفي ألمانيا، دعا وزير الاقتصاد روبرت هابيك القطاع الاقتصادي في بلاده إلى اللحاق بالركب في مجال التكنولوجيات الجديدة كالذكاء الاصطناعي. أكد هابيك على ضرورة النظر إلى التكنولوجيات الجديدة كفرصة وعدم خوض حرب ثقافية ضد السيارة الكهربائية بعد الآن، وأشار إلى الحاجة إلى استثمارات في البنية التحتية والتعليم والجامعات والتحول والأمن. قالت وزارة المالية الصينية أن بكين تعتزم تطبيق سياسة مالية استباقية لدعم الاقتصاد من أجل تحقيق أهدافه السنوية. وأكدت وزارة المالية عزمها الدفع باتجاه خفض التكاليف التمويلية واللوجستية في الاقتصاد الحقيقي، فضلا عن تحسين استغلال السندات السيادية الخاصة طويلة الأجل والسندات الحكومية الخاصة المحلية. رياضة، يحل أرسنال ضيفا على توتنهام في المرحلة الرابعة للدوري الإنجليزي. يغيب عن أرسنال عدد من نجوم أبرزهم ديكلان رايس ومارتن أوديغارد بدافع الإيقاف، بينما يسعى توتنهام إلى مصالحة جماهيري بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام نيوكاسل. من بوابة ديربي لندن يتطلع أرسنال للعودة إلى طريق الانتصارات في الدوري الإنجليزي الممتاز عندما يحل ضيفاً على جاره توتنهام في قمة مباريات المرحلة الرابعة للمسابقة، وعقب فوزي على ولفرهامبتون وأستون فيلا في أول مرحلتين بالبريمير ليج هذا الموسم. سقط الغانرز في فخ التعادل مع برايتون، ويتعين على المدفعية خوض اللقاء دون عدد من نجومه وفي مقدمتهم النرويجي مارتن أوديغارد الذي سيغيب لفترة تصل إلى 3 أسابيع بسبب تعرضه لإصابة في كاحل القدم خلال مشاركته مع منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي. كما يفتقد المدرب ميكيل أرتيتا لجهود لاعب الوسط ديكلان رايس بداعي الإيقاف، فيما تحوم الشكوك حول مشاركة ريكاردو كالفيوري بعدما تم استبداله في مباراة منتخب إيطاليا أمام فرنسا بدور أمم أوروبا إثر إصابة في ربلة الساق. من جانبه، يأمل توتنهام في مصالحة جماهيره التي شعرت بخيبة أمل عقب تلقي الفريق هزيمته الأولى في المسابقة هذا الموسم بالخسارة بهدف لهدفين أمام نيوكاسل في المرحلة الماضية. ويبحث فريق المدرب الأسترالي إنجي بوستيكوغلو
عن أول فوز على أرسنال منذ انتصاره بهدفين للا شيء في ديسمبر 2020 على ملعبه. في الدوري الإنجليزي أيضا سجل إيرلينغ هالاند هدفين ليقود فريق مانشستر سيتي لقلب تأخره أمام برنتفورد إلى فوز بهدفين مقابل هدف في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي في ملعب الاتحاد. برنتفورد تقدم بهدف بعد مرور 22 ثانية فقط على بداية اللقاء عبر إيوان ويسا قبل أن يسجل هالاند هدفين متتاليين في الدقيقتين 19 والثانية والثلاثين. بهذه النتيجة حافظ السيتي على العلامة الكاملة بوصوله للنقطة 12 من 4 مباريات ليتربع على الصدارة، فيما توقف برينتفورد عند 6 نقاط فقط. في مواجهات أخرى بالبريمير ليج تلقى ليفربول هزيمته الأولى هذا الموسم بسقوطه على أرض أمام نوتنغهام فورست بهدف دون رد في ملعب أنفيلد. سجل هودسون أودوي هدف المباراة الوحيد للضيوف بالدقيقة 72. بهذه الخسارة ظل ليفربول في المركز الثاني برصيد 9 نقاط وبفارق 3 نقاط خلف المتصدر مانشستر سيتي، فيما رفع نوتنغهام فورست رصيده إلى 8 نقاط. في الدوري الإسباني تغلب ريال مدريد على مضيفه ريال سوسيداد بهدفين دون رد. فينيسيوس جونيور أحرز الهدف الأول في الدقيقة 58 من ركلة جزاء قبل أن يحسم كيليان مبابي الفوز أيضا من علامة الجزاء في الدقيقة 75. الفوز رفع رصيد ريال مدريد إلى 11 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة وحيدة خلف برشلونة المتصدر الذي يواجه جيرونا مساء اليوم. يفتتح الأهلي المصري حامل لقب دوري أبطال إفريقيا حملة الدفاع عن لقبه عندما يحل ضيفا على جورماهيا بطل كينيا في ذهاب الدور التمهيدي الثاني في دور 32. وأعفى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف بطل مصر المتوج باللقب القاري 12 مرة في رقم قياسي أعفاه من المشاركة في الدور التمهيدي الأول من هذه البطولة. حقق شارل لوكلير سائق فيراري للعام الرابع على التوالي مركز أول المنطلقين في سباق جائزة أذربيجان الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات. شهدت التجارب الرسمية إخفاق لاندو نوريس سائق مكلارين لينطلق السائق البريطاني من المركز 17. أما ماكس فيرستابن سائق ريد بول الذي يتصدر الترتيب العام للسائقين بفارق 62 نقطة أمام نوريس قبل آخر 8 سباقات من بطولة العالم، فقد احتل المركز 6 في التجارب الرسمية. بعيدا عن الرياضة، تستضيف العاصمة الهولندية أمستردام فعاليات مؤتمر البث الفضائي الدولي التكنولوجي IBC وذلك بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ممثلة عن مصر. منتدى IBC هو أحد أهم الفعاليات العالمية في مجال البث التلفزيوني والتكنولوجيا الخاصة، ويشارك به آلاف المتخصصين والإعلاميين والقيادات الكبرى لوسائل الإعلام ووكالات الأنباء على مستوى العالم منذ نحو 57 عاما، كما يعد فرصة لصناع تكنولوجيا الإعلام ومطوري البث الرقمي والاتصال في عرض أحدث البرامج والتقنيات وتقديم آخر مستجدات الحلول الذكية. ختم جولة الأخبار ونذكركم بأهم ما عرضناه. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن أن صاروخا أطلق من اليمن سقط في تل أبيب. إسرائيل تقصف مناطق في جنوب لبنان وحزب الله يؤكد استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية بعشرات الصواريخ. شهداء ومصابون في قصف جديد لقوات الاحتلال استهدف مناطق شمال ووسط قطاع غزة. ختم النشرة، لكن يبقى معكم الزميل همام جاهد على رأس الساعة المقبلة. شكرا همام. شكرا رغدة، شكرا وصول حضراتكم مشاهدينا على رأس الساعة. ألتقيكم في جولة جديدة لمراسلين، ابقوا معنا. إلى اللقاء.